اخوتي واخواتاتي والميمات، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال. يوم جديد وفيديو جديد. اليوم غنتشارك معكم طريقه تحضير فقط حلزوني بالكونفيتير، كيجي رائع بزاف، فبقاو معايا تابعوا لا فيديو حتى الاخر ان شاء الله غتستافدوا. ودابا نتعرفوا على المكونات اللي غنحتاجوا. عندي 5 ديال البيضات، وعندي كاس ونصف سنيده عنبه، وعندي كاس ونصف زيت نباتيه عبارة عن عنبه كبير، وعندي معلقه كبيره ديال النافع مطحونه ومغربله، وعندي جوج خمائر ديال الحلويات من فئه 7 غرام او البيكن باودر، وعندي واحد شاسي فاني من فئه 7 غرامات ونص، وعندي واحد دانون فاني، وعندي هنايا كاوكاو مقشر ومطحون مهرمش، وعندي لا كونفيتير اللي فايت ليا واحد درت معاكم فهو كيجي رائع بزاف. ودابا غنبداو على بركه الله. ودابا غنبداو بالبيض، فاكيد نبقى نوضع وحده بوحده باش نتاكد منهم اللي يكونوا خاسرين. كيف ما كتعرفوا دابا الحال سخون. 5 ديال البيضات، وغنضيف سكر سنيده، ونضيف كذلك الزيت النباتيه كاس ونصف، ونضيف واحد طريقه ديال الملحه، ونضيف شاسي فاني، صافي ونبدا نخدم العناصر اللي عندي مزيان. ممكن تخدموهم بالطراب اليدوي او غير باليد، انا كنفضل انني نخدم بيديا. صافي غنضيف المعلقه ديال النافع، ونضيف دانون، ونضيف واحد المعلقه ديال لا كونفيتير، ونبدا نضيف الدقيق بالتدريج حتى نتحصل على القوام ديال العجين اللي بغيت. فاكيد العجين ديالنا ما كيخصوش يكون مرخوف بزاف وما كيخصوش يجينا قاصح بزاف. المهم غنوريكم القوام كيف خاصو يجي. بعد ما جمعت العجين ديال الفقاط كيف ما كتشوفوا معايا، غنقسموا العجين ديالنا الى 4 ديال الكرات.
ممكن تعبروهم الا كان عندكم الميزان وبغيتو يجيوكم قد قد، وممكن غير تقدروا بحال هكا. على حسب الرغبة ديالكم. ودابا بعد ما غسلت سطح العمل وخليته حتى نشف، غناخد كرة ديال العجين ونبدا نبسط على شكل مربع. كيف ما كتشوفوا معايا فالعجين ديالي ما كيلتصقش، ولا خفتوا انه يلتصق لكم ممكن ديروا شويه ديال الدقيق، اما بالنسبه ليا فهو ما كيلتصقش. ونحاولوا نبسطوه رقيق. ودابا بعد ما ساليت من الطبسات ديال المربع ديالي ديال العجين، فانا شكلته على شكل مربع. عندي هنايا كاوكاو مهرمش وعندي لا كونفيتير، غناخد معلقه واحده كبيره فهي كافيه ندهن بها المربع كامل، فما تكثروش لا كونفيتير، معلقه واحده كبيره بركه صافي. وغنبدا ناخد كاوكاو مهرمش ونوزعو فوق المربع اللي دهناه بلا كونفيتير. صافي، ونبداو نلويو العجين ديالنا ونحاولوا اننا نبقاو نلويو ونوركو شويه باش ما يبقاوش لينا دوك الفراغات. نستمر، فانا كنلوي وكنضغط شويه صافي، ونحاولوا هاد الطويه هادي لتحت نخليوها لتحت. صافي، نجيب الطاوه ديال الفران نفرشها بالبابي كويزين او ورق الطبخ. ودابا حبيباتي بعد ما ساليت عندي ابيض بيضه مع معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، نخلطهم مزيان ونبدا على بركه الله. ندهن القص ديالي من الفوق ومن الجوانب مزيان، الابيض ديال البيضه وقهوه سريعه الذوبان. ودابا نرشو الزنجلان من الفوق اختياري، الا ما بغيتوش تزيدوا الزنجلان غتكتفيو غير انكم تدهنوه بالبيض ديال البيض وقهوه سريعه الذوبان. صافي، وغنستمر بنفس الطريقه. الفرن يعني يكون بارد، ما نسخنوهش من قبل،
صافي ندخلو يطيب على عافية مهيلة يطيب ونرجع معاكم. هانتوما حبيبتي بعد ما طيبت الفقاس كيف ما كتشوفوا معايا، المهم باش تعرفوه انه طاب كتكونوا كتقيسوا هكذا بصبعكم كتلقاوه قاسح. صافي فانا طيبته وخليته مدة ساعتين تابرد على راحته، غادي نبدا نقطع على بركة الله بسم الله، واكيد غتاخذوا موس يكون ماضي وتقطعوا به. صافي دابا ساليت من التقطاع ديال الفقاس غنطيبو على عافيه تكون متوسطه ونبقى حاضيه معاه وانايا كنقلبو باش ياخذ ليا اللون ديالو يتحمر ونرجع معاكم. ودابا حبيباتي كيف ما كتشوفوا معايا الفقاس بالكونفيتير الحلزوني كيجي رائع بزاف كيف ما كتشوفوا معايا، هو كيجي زوين وكيجي لذيذ كيف ما كتشوفوا، صراحة كيجي رائع وأكثر من رائع، فجربوه ومرحبا باستفساراتكم. ودائما كيف ما كنقول لكم فضغطوا لايك واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا، وشكرا على التعاليق ديالكم الزوينة. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا الحلزوني، فهو كيجي رائع بزاف وناجح كيف ما كتشوفوا معايا، فأنا ما خليتوش مدة طويلة، خليته غير جوج ساعات باش برد وما كيتهرش. ومرحبا بالتساؤلات ديالكم او اي استفسار، كتبوه لي في التعاليق وانا نجاوبكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس الحلزوني بالكونفيتير، فهو كيجي رائع، فجربوه بصحتكم وراحتكم في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء باذن الله.